تعالي تعالي ما توجعيش دماغي، عايزاكي في مصلحه. عذر. او شيت، عاوزه ايه السلوه؟ سيبك انت لذيذه والله. او شيت، عايز ايه سلوه؟ لذيذه والله، الله يجازيه، الله يخيبه مطرح ما هو قاعد اللي بلانا بيكي وجابك تقعدي هنا في قرفزنا. اسمعي يا ستي بقى، انا بكتب مقاله جديده وقلت اخد منك كده كلمتين ينفعوني. كلميني عن اساليب التربيه في اوروبا. تربيه؟ يعني ايه تربيه؟ يا دي النصيبه، انتوا ما عندكوش؟ ماما ما ربتكيش؟ يعني سايباكي كده على حل شعرك؟ شوفي سالوة، عندنا بنت لما تكمل 16 سنة تسيب بيت فاميلي وروح قعد لوحدها في بيت صغير، يعني like studio you know. I know، يعني استوديو، يعني زي مساكن العرايس كده عندنا اللي هي 45 متر دي بتاعت وزارة الإسكان، اللي هي العرايس يعني بياخدوها وكده. بس أنا عايزة أعرف 16 سنة صغنطوطة قوي، يعني ليه تسيب بيت باباها ومامتها؟ نو مش وحدها، هي قاعد مع بوي فريند بتاعها عشان هو كمان سيب بيت فاميلي وقاعد معاها في استوديو. تقعد مع البوي فريند؟ يا yeah. يا سلام، تقعد مع البوي فريند يا سلام. عارفه لو انا كتبت الكلام ده المقاله دي هتبقى اخر مقاله، ومش بعيد كمان العدد بتاع المجله هيبقى اخر عدد، ومش بعيد اقطع لك لسانك لو قلتي الكلام ده قدام حد من عيالي، فاهمه؟ اللي جابك ماما، هو انت حقيقي زعلتي مع بابا تاني وسبتي البيت؟ مش عايزه رغي كتير، اقعدي. لا استني، خليكي، تعالي انت. في ايه سالو؟ قومي خلصيني. لا انا عاوز اقعد معاكي. خلاص شات اب. نو شات اب يور ماوث، فاهمه؟ سالو بس كده. تعرفنا. هو انت حبستيها جوه ليه يا ماما؟ كده علشان كانت بتقول كلام مش مؤدب، مش عايزاكي تسمعيه عشان ودانك ما تتفتحش. يا ماما حرام عليكي، افتحي لها بقى. اتفتحت في دماغتها واوا 10 غرز. الهانم جايه من بلدها عايزه تفتح عينين ولادنا، عايزه تقلب البلد كلها استديوهات. خلاص يا ماما سيبك منها بقى وارجعي لي. مش هرجع الا اذا باباك يوافق ان انا اشتغل في المجله. وهتفرق ايه المجله من غيرها؟ ما انت كده كده بتكتبي كل الحاجات اللي انت عايزاها يا ماما. لا لا تفرق كتير. اتوظف يعني هترقى، يعني ممكن في يوم من الايام ابقى مدير التحرير بدل نهله، او حتى رئيس التحرير بدل رفعت، ولما ابقى رئيس التحرير حرفه نهله. طب لو قلت لك ان انا جايبه لك خبر جامد جدا. بجد؟ ايه؟ قولي لي مبروك. مبروك على ايه؟ بنتك بقت رئيسه اتحاد الطلبه في الكليه. ما شاء الله عليكي، بس على فكره ده متوقع لان جيناتك نفس جيناتي، يعني هذا الشبل من ذاك الاسد. بس انت يا ماما ترشحتي 3 مرات وما نجحتيش. مين قالك؟ بابا. ابوكي ده ورايا ورايا، مش كفايه موقف طموحي، لا كمان بيلمش في الماضي. ولا يهمك يا ست كل، احلام انت بس وانا هحقق لك كل احلامي، بس تعالي على البيت الاول. متشكرين يا ستي، انا اقدر احقق احلامي لنفسي بس انتوا ادوني فرصه. يعني يا ماما هي فرصتك دي مش هتنفع غير بره البيت. سيبيني انا بس اتفاهم مع ابوكي بطريقتي، واحمدي ربنا ان انا طفشانه في بيت جدتك اللي هو في نفس العماره يعني. حاضر يا ماما، هسيبك براحتك، بس لازم تعرفي حاجه، انا مش هفرح بالنجاح اللي انا وصلت له في الانتخابات ده غير وانت معايا في البيت. السلام عليكم. طب استني. ايه؟ تيجي معايا؟ لا. بصي يا حبيبتي، انا فرحانه قوي بنجاحك، وفرحانه اكتر ان انت دماغك ناشفه وعنيده وعندك اصرار، عايزاكي طول عمرك تفضلي محافظه على حقوقك، فاهمه؟ وبلاش نلبس اكسسوارات كتير قوي كده واحنا رايحين الجامعه. يعني عشان حاجتك يعني. لو حصل بقى وجابوا بيبي من بس من غير ما يتجوزوا. بيبي ايه؟ بيبي تعالي تقولي. ها يا سامي طمني، عملت ايه النهارده مع محمود؟ قلت له لا؟ قلت. وخبيت عنه سر؟ خبيت. هايل هايل يا سامي، بكره بقى يبقوا سرين ورقتين.
لا ما هو مفيش بكره خلاص. ليه؟ هما قفلوا الاسبوع على كده ولا ايه؟ اه هما قفلوا الاسبوع على كده، الدكتور محمود اداله استماره 6. تعرف مالكش دعوه انت متخلف؟ ماليش دعوه ازاي؟ زي الناس. مفيش حاجه اسمها كده، انا ليا فلوس عندك هتدفعها قبل ما تمشي. ايه ده؟ ايه ده يا سامي؟ هو محمود طردك ولا ايه؟ قال لي اللي يقول لي لا ما ينفعنيش، واللي يخبي عني سر ما يلزمنيش، ومن بكره الصبح تروح ما تجيش، غنى لي راب يعني. ما هو انت بقى يا سامي يعني بصراحه استعجلت قوي وقلت له لا بسرعه. شوفي الفراشه البريئه وبراءه الاطفال في اعينها، ولا كانها عملت حاجه خالص، مع انها هي اصلا اللي ملبساك التلبيسه دي والله. مستقبلي ضاع. خلاص يا ابني خلاص، مش في كي جي 1 هنا. والدكتور محمود هيعطل لي رساله الدكتوراه عشان هو المشرف عليها، وهيحرمني من الاختراع بتاعه. خلاص بقى خلاص يا سامي، ما تخافش، محمود محتاج لك زي ما انت محتاج له ويمكن اكتر كمان. هيلاقي فين مساعد شاطر زيك، بقالك 6 سنين معاه، وبعدين عارف كل اسراره العلميه والمعمليه. صح، هو محتاج لك وانت محتاج له، وما بينكوا 1000 حلقه وصل. ايوه صح يا مسلحي صح. ايوه هو دي عيادة الدكتور محمود؟ انت ايه؟ انا جاي اشتغل المكان المساعد بتاعه الغبي اللي مشى النار. انت ما تعمليش فيليبيني، انت الغبي اللي بيقول عليه، انت هو انت. تعرف مالكش دعوه يا تافه انت. هو صح قصدك. هو دكتور محمود كلمك في التليفون ولا ايه؟ لا ده من على النت. من على النت. طب كويس والله ان هو بيفهم في النت. امال فين الدكتور محمود؟ انتوا عايزين الدكتور محمود؟ انتوا عايزين تقابلوا الدكتور محمود؟ طب قولوا ورايا، عايزين الدكتور محمود، 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 عايزين الدكتور محمود. انا اقول له، انا اقول له محمود يجي كله، محمود يجي كله. يا بابا يا بابا، انت بابا ولازم تساعدني، الاولاد عاملين مناحة في البيت وانا مش قادر على طلباتهم يعني. قول بقى انك عايز ترجع سلوى علشان طلباتك انت مش طلبات ولادك. عموما يعني اذا كان طلباتي ولا طلبات الاولاد ولا طلبات البيت، ما ده كله مسؤولية سلوى. يا ابني افهم، مراتك لا يمكن هترجع ست بيت تاني، ما ينفعش بعد ما اشتغلت وده ضعم النجاح. يعني ايه يا بابا؟ عايزني ارفع الرايه البيضه يعني ولا ايه؟ عايزكم انتوا الاثنين ترفعوا رايه البيت سوا. انا مستحيل اوافق انها تشتغل في المجله دي. بس خلي بالك، لو غصبت على مراتك تخسر الفرصه اللي بتحلم بيها طول عمرها، هتخسرها هي شخصيا. غلطه عمري اني سكنتك معايا في البيت. فضل بقى سيبني مع حماتك عشان بنتكلم في موضوع يخص مستقبلي. مستقبلك؟ تكلم مع حماتي في موضوع؟ انا مش فاهم، وانا دخلت بيتك ولا بيتها ولا ايه؟ سيبك من الدخول وتعالى نتكلم في الخروج. الخروج، يلا اخرج اطلع برا. يلا ماشي يا بابا، ماشي ماشي هخرج حاضر. في حاجه مش فاهمها يعني؟ ماشي هخرج حاضر، انا خارج، انا خارج. اتفضل. ماشي. حاجه غريبه، احنا كنا بنقول ايه يا حبيبتي؟ كنا بنقول لو بتعزني صحيح ما ترفضش الفرصه اللي جايه لك بتاعت المدرسه الخاصه. حاضر، عشان خاطرك هحارب اخر حرب في حياتي. عزيزتي القارئه المحترمه نشوى ميم سين، ارجوك لا تتحولي الى زوجه نكديه وكئيبه، وتنكدي على زوجك وبيتك وأولادك. لا تحسبي أن الأشياء البسيطة تتحول إلى أشياء ضخمة. ما المانع أن ينسى زوجك تاريخ عيد زواجكما؟ إنها شيء عادي، والزوجة النكدية الكئيبة فقط هي
من تترك منزلها لهذا السبب البسيط. يا ويلك يا ظلام ليلك يا محمود، لو كنت نسيت ان النهارده عيد جوازنا. ويا ويلك يا ظلام ليلك اكتر لو كنت فاكر وبتستعبط علشان ما تجيبليش هديه. ماما. ايه يا حبيبتي؟ الشاي بتاعك نسيتيه في المطبخ. صدقي انا فاكره ان انا شربته. اللي واخد عقلك يا سياده الصحفيه. ابدا يا ماما، مفيش حاجه واخده عقلي خالص. طول ما انت باصه في النتيجه دي مش هتعرفي تركزي في اي حاجه ابدا. ايه ده؟ هو احنا عندنا نتيجه اساسا؟ وريني كده يا ماما. ايه ده؟ ده انا اول مره اخد بالي منها. يا بنت ده انا عجناكي وخبزاكي، اكيد خايفه ليكون محمود نسي عيد جوازكم. ايه ده؟ هو النهارده عيد جوازنا ولا ايه؟ عليا. اجري افتح الباب. اكيد هو. شفتي؟ اه جالك يا سيدي. يعني لازم اطفش عند بابتي عشان يعرف امتي. رجاله غراب. يلا افتحي. ايوه يا انسانيه اللي بتخبط، ثانيه واحده جايه اهو. يا فندم. كذب كله كذب. البومك حبيبي، ايه مناخيرك اتكسرت؟ ما اتكسرتش يا ماما، بس مش تخلي بالك. انا اسفه حبيبي اسفه، اصلا داخله بزعبيبها كده عماله تقول كذاب. ايه ده؟ انت بتعيطي يا مايكا؟ بتعيطي يا حبيبتي؟ ما تزعليش يا مايكا بعد اذنك. نو يو ار بيج لاير، انت كذاب كبير. مش كذاب كبير والله ولا حاجه، بس كان غصب عني. انت واد، انت واد، بتقول لك انت كذاب كبير وانت عمال تتذلل لها وتقول لها غصب عني. ماما استني بس انت شويه وخليكي على جنب. استنى ايه؟ استنى لحد ما تقول لها ارجوكي سامحيني ابوس ايدك. ابوس ايدك يا مايكا؟ ما تزعليش مني، الموضوع اصغر من كده بكتير يعني. اتلم بقى واسترجل. ايه؟ على فكره انا ممكن اتبرى منك. ماشي مايكا، ما تزعليش بعد اذنك. نو انا مش اسامح ومش عاوز اشوفك تاني. لا اشوفك تاني لا، ما مش هينفع. انت يا ماما في ايه؟ فين؟ لما اقول استنى التهزيل اللي انت فيه ده. انت راجل، انا خلفت راجل، ايه البنت اللي بتجري وراها دي اللي ما فيهاش راحه الانوثه؟ ما فيهاش ايه يا ماما؟ ما فيهاش راحه الانوثه. طيب يا ماما، يعني خلينا في المهم دلوقتي، هي اكتشفت ان انا بكذب عليها وان انا حاتم مش ربيع. ما انت طول عمرك بتكذب على مامتك، عمرك في يوم اتذللت لي كده ولا بوست ايدي؟ يعني يرضيكي الوحش اللي جوه ده يسافر بلده وهو متضايق؟ لما دي وحش مامتك تبقى ايه؟ ماما صعب وغلط المعنى اللي واصل لك ده، تمام؟ فانت افهمي بقى، انا بأمل يعني في يوم من الايام، بأمل دي كبيره، انا عندي امل يعني في يوم من الايام ان انا صاحبها مكان ربيع واسافر معاها على النمسا. سافر ايه يا حبيبي؟ انت لسه موضوع السفر ده في دماغك؟ موضوع السفر ده عمره ما يتشال من دماغي يا ماما. طيب لو كسرنا دماغك انا وباباك، ممكن موضوع السفر ده يطلع من دماغك خالص؟ لا. يا سيدي الغدا جاهز يا عم ربيع. في حد في الدنيا يتغدى بيدنا عليه؟ احمد ربنا ان انا عرفت اقليه. يلا اتفضل دوب بقى وقول لي ايه رايك. ها ايه رايك؟ وحش قوي. وحش قوي؟ خلاص براحتك ما دام مش عاجبك يا سيدي. براحتك انت بقى، معاك مصروفك، ابعت هات دليفري زي ما انت عايز. طب ايه رايك تنزل تشرح ماما دلوقتي عشان احنا الاثنين نلاقي حاجه ناكلها؟ معقوله يعني يا ربيعه هصالح ماما عشان تعمل لنا اكل؟ اعمل نفسك بتصالحها بمناسبه عيد جوازكم. ايه ده؟ والنهارده عيد جوازنا؟ انت برضه كنت ناسي. هو انا اصلي يعني ورايا مشاغل فما بفتكرش بسهوله يعني. زمانها مستنياك دلوقتي تنزل تصالحها وتقول لها كل سنه وانت طيبه. ايوه بس انت ازاي يعني افتكرت ان النهارده عيد جوازنا؟ هنساه ازاي وانتوا كل سنه بتتخانقوا بسببه؟ ما انا اصلا ببقى مشغوله على طول عشان الاختراع بتاعي وكده يعني، مش بنساه عشان ما بحبهاش ولا حاجه يعني. اعتبر نفسك افتكرت السنه دي لوحدك، ويبقى تنزل لماما من غير هديه. ايه ده؟ وانا كمان هجيب هديه؟ لو عايز تنزل من غير هديه يبقى احسن انك ما تنزلش خالص. كل سنة طيبة يا سلوى. ليه؟ النهاردة عيد جوازنا. ايه ده؟ هو النهاردة عيد جوازنا ولا ايه؟
ايه ده معقوله انت نسيتي يوم زي كده؟ اشمعنى انت طول عمرك بتنساه؟ اه بس السنه دي افتكرت اهو الحمد لله وجايب لك هديه اهو يا ستي. مش معقوله بقى نحتفل بعيد جوازنا ها وانت قاعده عند مامتك كده ولا نرجع شقتنا يلا؟ لا 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 احب اعرف في الاول يا ترى انت جايب لي الخاتم ده هديه عشان عيد جوازنا فعلا ولا رشوه عشان ارجع معاك البيت؟ صراحه هو نصه هديه عيد جوازنا والنص التاني رشوه اللي هو بتاع الفصوص ده. يعني خلاص موافق ان انا يكون لي مكتب في المجله؟ مكتب في المجله ليه؟ ما انت خلاص استوليتي على المكتب بتاعي في البيت بوضع اليد يا هانم. ايوه بس نفسي يكون لي مكتب في المجله عشان احس بقيمتي اللي ضايعه بقالها 20 سنه. اه يعني عايزه تحس بقيمتك اللي ضايعه بقالها 20 سنه ولا عايزه يبقى راسك براس نهله ذهني؟ بغض النظر عن السبب عايزه يبقى لي مكتب في المجله وخلاص. ماشي عموما لو وافقوا ان هم يدولك مكتب لوحدك يعني في المجله ابقي روحي يوم في الاسبوع. يوم؟ يوم اعمل بيه ايه؟ اروح اباخر المكتب وارجع؟ امال يعني عايزه تروحي الاسبوع كله وانا والعيال نبقى نيجي نزور الخميس وجمعه وجايبين معانا خص وملانه؟ خص وملانه؟ على العموم ماشي. انا هروح يوم ويوم وكده كده يوم الجمعه اجازه يعني 3 ايام بس. يومين بس، يومين بس تروحي تشوفي الشغل مع الاستاذ رفعت وتعرفي ايه الشغل بتاع الاسبوع اللي بعده وتجيبي كمان يا ستي كل الشويله بتاعت الجوابات ترد عليها من البيت. بشكل مبدئي نمشيها يومين. يعني ايه بشكل مبدئي؟ خلاص لو بشكل مبدئي دي مضايقاك شيل بشكل مبدئي من محضر الجلسه. ايوه كده دلوقتي بقى نقدر نحتفل بعيد جوازنا واحنا مبسوطين. افهم من كده انك محضر لي احتفال كبير. بالظبط انا وانت يا ستي هنروح نتعشى في الاوتيل اللي احنا قضينا فيه شهر العسل. ياه ده انت بقيت رومانسي على الاخر. امال ايه رومانسيه رومانسيه يعني؟ انا بس طالب منك حاجه واحده تفكريني باسم الاوتيل يعني مش باسمه يعني بمكان الاوتيل لان انت عارفه الشوارع اختلفت كلها وتلاقي سفلته. فعلا سفلته. الو؟ ايوه استاذ رفعت ازي حضرتك؟ حضرتك عايزني النهارده؟ دلوقتي؟ حاضر يا فندم ساعة بالظبط وهكون عند حضرتك. ها ايه؟ سلوى؟ طب وايه؟ عيد جوازنا هنعمل فيه ايه سلوى؟ طب الخاتم يا سلوى؟ معلش مش هتأخر عقبال ما تفتكر اسم الاوتيل اللي عملنا فيه شهر العسل. على فكرة احنا ما عملناش شهر عسل أساسا يا أستاذ.